مسلسل جعفر العمدة حقق نجاح كبير جدا وبقى ليه جمهور بره مصر زي جوه مصر بالظبط، تجيبها يمين نجيبها شمال، هي كده نجاح وربنا كاتبه لمحمد رمضان، وعدى نجاح كل مسلسلاته مع محمد سامي. تحس كده ان في كيمياء بينهم فعلا، ومن يوم ما انتهى عرض المسلسل في رمضان والجمهور مالوش سيرة غير انه عايز يشوف الجزء التاني. طب هيتعمل فيه ايه ده؟ ما خلاص كده يا جدعان وشوفوا غيره. لكن الموضوع باين عليه مستاهل. يا ترى بقى محمد رمضان كان متردد ليه في التعاقد على الجزء التاني من جعفر العمدة؟ وايه السر ورا خوفه؟ ويا ترى مين هيشارك في الجزء التاني ومين مش هيكون موجود؟ محمد رمضان فاجئ الجمهور من كام ساعة وأعلن إنه تعاقد على الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة علشان يتعرض في موسم دراما رمضان 2024. طبعاً خطوة زي دي الجمهور قابلها بإعجاب كبير وقال برافو واتمنوا إن المسلسل يحقق نفس النجاح بتاع الجزء الأول. كلام محمد رمضان لما نشر صور ليه من التعاقد على حسابه على إنستجرام بيبين إنه كان خايف من التجربة، علشان قال إنه تعاقد لما قلبه اطمن إن الجزء الثاني هيكون أقوى من الأولاني، وطبعاً جملته الشهيرة اللي مش بتفرقه ثقة في اللي نجاح، وهيتعرض المسلسل في رمضان 2024. طبعاً رمضان ما عملش كده قبل كده، رغم إن الأسطورة نجح والبرنس نجح وكمان ابن حلال كان قوي جداً لما تعرض، وعلشان يعمل جزء تاني من جعفر العمدة كان متردد جداً وعايز يشوف اللي هيقنعه يخليه يعمل كده، وده علشان النقاد أصلاً مش بيفضلوا موضوع استثمار النجاح ده علشان الخوف من الفشل. أصل خلاص يعني حاجة نجحت ليه تعمل منها جزء تاني توقع بيه الأولاني؟ وبس كده، ده الرأي الفني للنقاد دايما. طبعا في سر ورا تأخير محمد رمضان في التعاقد، وطبعا هو ليه شروط في المسلسل لأنه مش واخد على موضوع الجزء التاني ده خالص، لكن في قعدة تمت بينه وبين محمد سامي شرح له المسلسل هيمشي ازاي والسكة سالكة عادي، وعلشان كده تعاقد معاه. هو أصلا كان خايف ومش خايف، بس كان ميل أكتر لجزء تاني علشان هو مش عارف يعمل إيه بعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل، وهيتعامل إيه في رمضان اللي جاي، ولازم سيناريو قوي لو هيعمل حاجة جديدة، وعلشان كده شايف إن أنسب حاجة إنه يعمل جزء تاني. وطبعاً أول ما تقال موضوع الجزء التاني ده بدأت التوقعات من الجمهور عن اللي هيحصل في المسلسل، وطبعاً كل الأحداث اللي انتهى بيها الجزء الأول من المسلسل ينفع يتربط بيها أحداث الجزء التاني. وأول ما جت السيرة كانت دلال اللي بتجسدها الفنانة إيمان العاصي واللي تعتبر في السجن، ودي بقى اللي محدش عارف هل هيكون مصيرها حبل عشماوي ولا السجن، علشان دي لازم يكون ليها دور وتطلع تنتقم أصلاً، ما الموضوع مش هيحصل كده يعني. الغريبة بقى إن في كلام عن إن الملكة صفصف اللي بتجسدها الفنانة هالة صدقي مش هتموت وموجودة في الجزء التاني، والتوقعات رايحة إنها هتكون موجودة في البدايات بس وبعدين هينتهي دورها وتودع الدنيا ويتعمل لها عزة كبير يلم أهل السيدة زينب كلهم. أما باقي نجوم المسلسل فتفاعلوا برضو مع اللي كتبه محمد رمضان، وأولهم مي كساب اللي قالت مبروك علينا كلنا، ومنذر رايحنا كمان علق وقال بالتوفيق إن شاء الله، ورمضان ضربة واحدة كده من بتوعه وقال السجن عامل معاك إيه يا أبو الشوق، يعني شوقي فتح الله راجع السجن تاني وهيخرج تحصل معركة وحكايات، ومنة فضالي هيكون ليها دور برضو، وفي الغالب مش هترجع لمحمد رمضان علشان هتحصل محاولات تاني في الموضوع انها ترجع لجعفر، بس الجديد بقى انها هتتجوز واحد غيره. بس الناس بقى ملهاش سيرة غير الفنانة زينة اللي قالت انها مش هتمثل تاني في مسلسل من اخراج محمد سامي، يبقى لجعفر العمدة ولا غيره. هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ التوقعات بتقول ان زينة هتكون مسافرة برة وهتعيش حياتها وتتجوز واحد تاني، وده هيكون في المشاهد الاولى من المسلسل، وجعفر هيعرف من قرايبها ودور زينة هينتهي خالص بجوازتها دي لأن رمضان مش هيسأل تاني فيها وهيعيش حياته. والمفاجأة بقى في المسلسل كله هتكون في الفنان أحمد داش اللي هيكمل دوره عادي لحد نص المسلسل تقريبا، وبعدين هيظهر محمد رمضان بشخصيتين في المسلسل، واحدة جعفر العمدة والتانية عبد الجواد، وهيكمل مسيرة أبوه. طبعا الكلام ده لسه مش مؤكد لحد دلوقتي، لكن كل الكواليس اللي نعرفها إن محمد رمضان وافق على المسلسل بسبب اللقطة دي تحديدا، وكمان أحمد داش ما زعلش من كده علشان هيتفرد دي مساحة كويسة في نص المسلسل، يعني بالبلدي كده هيكون الدراع اليمين لأبو جعفر، وكمان عمه سيد ونعيم هيبقى دورهم في الشغل مش بنفس قوة الجزء الأول، وحكاية دلال بقى هتفضل مختفية لحد ما نعيم هو اللي يدور عليها وهتعرف إن أبوها ودع الدنيا وهترجع تاخد فلوسه وتكمل حياتها عادي.